السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفه الكاب كيك او المادلين. مكونات بسيطه بدون تعقيدات مع جميع الاسرار، فخليكم معايا للاخير. غادي نحتاجو كمكونات جوج بيضات بحراره المطبخ، كاس سكر حبيبات، سكر سنيده، قبسة ملح، وغادي نخلطوهم اما بالخلاط اليدوي او الكهربائي. ماشي ضروري نخلطوهم بالخلاط الكهربائي، غير البيض يكون بحرارة المطبخ، ما نجبدوش من الثلاجة ونخدمو به. صافي، الخلاط الكهربائي خلطنا به غير البيض مع السكر. صافي، غادي نضيفو ليهم نصف كأس زيت، زيت نباتية، ونفس الكأس غادي نعبر به كأس حليب. صافي، ونخلطوهم. ودابا غادي نضيفو الدقيق اللي غادي نغربلوه، ضروري نغربلو الدقيق. غادي نضيف جوج كؤوس دقيق. اما بالنسبه للخميره، انا غادي ندير غير خماره واحده 7 غرام. الا بغيتو ديرو جوج ديروهم، انا ما كيعجبنيش ندير الخميره بزاف في الكيك او المادلين. صافي، ونغربلو الكل. الا بغيتوهم بالشوكولاط كديروا الكاكاو مع الدقيق، وغادي نخلطو الدقيق. كيف كتلاحظوا الخليط مازال خاصو الدقيق، مازال شويه مرخوف، فغادي نضيف نصف كاس اخر حتى هو نغربلوه ونخلطو. انا ما بغيتش ندير الدقيق كامل دفعه واحده باش يبان لكم القوام كيفاش خاصو يكون. كيف كتلاحظوا دابا ملي كنهزو كيتهز معايا. وغادي نسم بالحامض، ضفت القشره ديال الحامض، نسمو باللي بغيتو، وملعقه كبيره خل باش يجينا المادلين هشيش، ونخلطوهم. وهالخليط ديالنا واجد. صافي، دابا غادي ناخد المول ديال الكاب كيك. انا ما كنديرش فيه هذا الكويعطات، كندهنو غير بالزبده وكنخدم به. نتوما ديروا الكويعطات الا بغيتو. صافي، وكنعمرو الثلثين، ما كنعمروش حتى للفوق، كنعمرو الثلثين وكنخليو الثلث خاوي، وكندخلوهم للفرن اللي سخناه من قبل على حرارة 180 درجة حتى يطيبو ويتحمرو، ونخرجوهم. كنحيدو من المول هما سخان باش يحيدو بسهولة، وكنكملو الكمية اللي باقا عندنا هي بنفس الطريقة. كنطيبوها على 180 درجة، وهنا غادي نزينهم. طبعا التزيين كيبقى اختياري. غادي نزينهم بالشوكولاط، وهادو زينتهم بالمربى والكوك. كيف كتلاحظوا كيجيو رائعين، كيجيو خفاف هشاش ورائعين في المذاق. كنتمنى تجربوهم ويعجبوكم.